حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبه رجال فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا الى الصلاه قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم بالسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا